حلو يا ابو، ولا ناخذ مشيله ايه اللي تبي عند، لا لا الحسين عطنا عطنا من تبي تاخذ مشكله الازين؟ والله ايوه تفضل امي تفضل امي. لا القصه نبي المشكله ان شاء الله. لا نبي المشكله انت تداولها. ايه هي قصه. ايه. لا اساس. ايه. نروح من ناحيه انها مشكله، هي صنعت مشكله. لكن بسم الله والحمد لله، هذا رجل اعرفه من اكثر من 30 سنه، و يعني الرجل حمامة مسجد إلى الآن، حمامة مسجد. العجيب أنه يعني في حارته اللي أمر فيها تتعجب منه، تبكيره، سننه كذا، تكرر على الحارة، نبه من بعض أهل الحارة أنك أنت حمامة مسجد، لكن وين التربية للأبناء على المسجد؟ فأجاب إجابة صراحة أنا سمعتها من يوم من الأيام ضاق صدري منه. قال كلهم من بغى يصلي يصلي من. فتعجبت. دارت السنين هذه 30 سنة، كنت يعني في أدرس من أيام الجامعة وبعده، مرت السنين، مريت حارتهم كم مرة، والله وجدته أنه يضيع، ما معه أحد، يضيع. مرة واقف عند المحراب، مرة يقودونه الجيران كذا، وحمامة مسجد قلبهم معلق بالمسجد ما شاء الله. لكن هذه النقطة جعلتني أفكر، وشفت أمثاله آخرين، يعني كنت أتكلم معهم في قضية ليش ما تقول الأولاد، قال لا أبدا الأولاد، وهو حمامة مسجد أيضا هذا الثاني، بس هذا بيني وبينه علاقة شوي، هذاك لا أعرفه في حارته، سبحان الله، وتتكرر نفس النتيجة، تفكك اجتماعي في البيت قوي جدا، يروح المسجد يجي على كبره، يعني قارب 90، وذاك قريب منها أيضا، ما أحد يوديهم ويجيبهم، يعني ما تعلقت قلوب الأبناء على تربية المسجد. فالحاصل أن النشء يبغى له مثل الليسوس النخلة، الشجرة يربيها، يبعد عنها الأشياء اللي تضرها، يسقيها يسقيها، يستمر حتى لو ما ثمرت الحين ولا سنتين وكذا، ستثمر بإذن الله فيما بعد. هذه القضية حتى في نشأنا في أبنائنا. يا أنتم تكلمتوا عن التعليم صح؟ تكلمتوا عن التعليم صح؟ هذه مثلها، يبغى لنا هذا الشيخ أو الرجل راعي المسجد سنوات أولاده تزوجوا وطلعوا واستقلوا ولا يسألون يعني عنه، اللي يظهر لنا نفس الشخص هذا الآخر اللي أعرفه، هذه القصة تتكرر في بيوت لناس فيهم خير وفيهم صلاح، ما يهتم بأولاده ولا يهتم ببناته في سترهم وفي نعم. ما شاء الله. في تعليق ابو؟ لا الان لا، خلنا خلصت القصة تقريبا، هذا الموقف اللي طلبه مني بقى. والله يا ابو عبد المحسن بالنسبة للي لا قالوا حمامة مسجد، وشلون حمامة مسجد؟ وش المقصود؟ في ناس يقعد في المسجد لكن والله لا منه فائدة ولا شيء، ولا يتعبد ولا شيء، بس انه ياخذه مثل المرقد، ياخذه ينام. وفي ناس لا، عارف شلون، في تلقاه على عباده دائم. فما ادري انا، ما ادري ايش عاد هذا قصده، ايش دوره مع اولاده؟ يعني مع يصلي ما تفوته صلاه، كل الصلوات، وكان في عمله قبل تقاعده ما شاء الله تبارك الله، وله اولاد، وله له اولاد، ما يشهدون المسجد ولا رايناهم بالمسجد ولا راهم جيران المسجد ولا هذا مصطلح. هذا مصطلح حمامة مسجد، انت تقصد انه حتى لو راح المسجد يعود له، يعني يطلع ولكن يعود للمسجد. حمامة المسجد يعني ربوة المسجد. انا ذكرت حمامة مسجد. ايه لا لا ليس، انا اقصد ان الرجل هو في مصطلح يبدو انه يمكن شويش فهمت هذه اللقطة، يمكن قلتها بدون متحمس مع القصة. ما أيه. الرجل ما يفوته فرض، ومبكر وصاحب سنة، يطلع مع صاحب صلاة، يعني نعم راعي صلاة، قلبه معلق بالمسجد في أوقاتها ما شاء الله. وأثر هذا اللي الكلمة اللي قالها، وقالها نفس الشيء الشخص اللي أعرف بيني وبين علاقة، كل واحد ما يعني من صغرهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر. وهذا هذه أبو عبد المحسن سمحت لي أنا أتوقع وما أدري والله، لكن الوالدة لها ترى دور. نعم الوالدة، لو أن الوالدة من صغرهم مع على الصلاة تحثهم، والوالد ما يروح لأبوهم، ما راح يصير مستقبلهم بالطريقة هذه. لكنهم من نشأتهم تلقاهم متروكين خلاص، فما عندهم حب للصلاة مثل أبوهم، ولا عليهم من أبوهم خلاص. بعضهم استغفر الله ما عاد يصلي، وإذا صلى صلى في البيت ويلا يصلي.
لكن الأم ترى لها دور، يعني الواجب الأم مع الأب من نشأة وهم صغار. صدقني ونعرف بعض الجيران عندنا والله ما شاء الله تبارك الله من يوم منهم في أولى ابتدائي وهم يسبقون أبوهم للمسجد، لأن يعني عندهم أم يلا الصلاة يلا الصلاة ما شاء الله. طيب الله يخليه. طيب إذا صار في ناس أعرفهم وبيصلون وعيالهم من أطيب الرجال وفي في الصلاة. أنا أقول لك هذا هذا الأم هي مين مقياس؟ في نقطة يا بعد إيه تفضل. في نقطة ولد شاب صغير كان من أدبه واحترامه لوالده إذا راح إذا بغى يطلع من المسجد يبغى يطلع يروح يصلي المسجد يقول يبا تبي شيء أنا بروح أصلي فيذكر أبوه. يا سلام. صور يا سلام. من أدبه وقمة أخلاق الولد وصلاح الولد. طبعا هو ما شاء الله تبارك الله من تربيته أيضا أمه وأبوه، لكن شوف كيف يعني أسلوبه مع احترام الأبو يقول يبا أنا بروح أصلي تبشي من باب الأدب من باب الأدب. يا سلام. فيقول كان ولدي يحثني على الصلاة. على الصلاة فأنا ساعدت في تربيته ساعدت أني ربيته الصح صار صرت أستفيد منه. سلام. هذا شيء أسلام الله. الشاهد على كلامك أبو عبد المحسن القصة اللي أوردها العنقري اللي يقول ولد صالح وأبوه أوردها هنا في البرنامج. إيه. اللي أبوه يحاول إنه يبعده عن ال. آه القصة اللي صارت. أي القصة اللي صارت. يعني هذا هو شاهد على كلامك يعني مو هو. اللي ذكرها العنقري. العنقري. إيه. لا هو شوف يا جماعة الخير أنا بنختصر المسألة هذه. الله عز وجل يقول وأمر أهلك بالصلاة. واصطبر. ما قال واصبر عليها. واصطبر. واصطبر. هنا في تشديد. أن الأمر مو بسهل، أن الأمر يحتاج إلى صبر قوي 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 جدا. صحيح. ثم مثل ما ذكر أبو عبد العزيز الأم لها دور كبير في المسألة. يا أيها الأمهات أنا بقول لكم شيء، هو في يوم من الأيام للأسف صدر كلام من أحد علمائنا اجتهادا أن الأم ما لها علاقة في الموضوع هذا، ولا أخفيكم أنا تأثرت بال يعني ليه شلون الأم لها الأم أساس والأم فلما رجعت للشيخ عبد العزيز باز وجدت لا أنه كلام لا حتى الأم عليها واجب أنها تهتم بأبنائها وتوقظهم لصلاة الفجر وبقية الصلوات. نعم. فأنا أقول الله عز وجل حينما قال واصطبر عليها ترى المسألة فيها تعب. صحيح. ثم أنا بقول للآباء والأمهات لو نجيب كبريت ونشبه ونحطه على أصبع ولدكم ترضون؟ أنتم تدفعونها لشيء أعظم، فادفعوه للجنة، دعوه للخير للبركة. إيش تقول أبو عبد العزيز؟ في لو نرجع لسير السلف العلماء من السلف والأئمة كانوا تربيتهم مع أمهاتهم لين عمر 15، أمه هي اللي تربيه وكان أبوه مشغول في المغازي والجهاد والأم هي اللي تربيه لين عمره 15. نعم. فالأم اللي عليها المعول قبل كل شيء، فبعد 15 خلاص يستلمه أبوه. يا سلام. لكن الفترة الطفولة لين 15 هذا معروف، لو ترجع لسير أي أحد العلماء. نعم. والسلف صحيح. كانوا مع أمهاتهم وهذا معروف عنهم، هي اللي توديه للكتاتيب وترجعه وكذا. نعم. بعدها خلاص يستلمه أبوه. الإمام أحمد بن حنبل. الأمه اللي ربته. لما من هو؟ مسألة ثانية أحمد بن حنبل. مسألة ثانية. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. الدعاء يا جماعة الخير الدعاء والله. أيها الأب أيتها الأم ادعوا لابنائكم، لا تقولون والله ما أصلحوا عجزنا عنهم، مع أن والله احنا مقصرين وبين وبينكم العيال يتعبون والله يتعبون. أنا صار بعد عندك ثلاثة أربعة هذا له طبع وذا له طبع وذا ثقيل دم وذا خفيف قومه وذا ما تعب يتعبونك احيانا يتعبون. اصطبر عليها اصطبر عليها فحطوا الصبر امام عيونكم وابشروا بالخير. اسال الله ان يسعد الجميع ويبارك الجميع. ابو حسيني عطنا القصه. طال عمرك هذا واحد يسولف هذا هو نفسه يسولف يقول انا امي الله يرحمها